طمنيني، ابوك عامل ايه وعمتك فاتن؟ كلهم بعتلك السلام والله يا عم. الله يسلمك ويسلمهم، والله وحشني كتير. بس قوليلي، ما تخزنيش يعني في الكلمه، يعني ايه اللي يخليكي تيجي هنا الفيوم كده لوحدك؟ اوعى يكون سليم مزعلك. لا 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 خالص، انا بس عندي شويه مشاكل في الشغل فقلت اجي هنا افصل. طب وده اسمه كلام برضه؟ تيجي بلد عمك وما تجيش عندنا وتقعدي معانا؟ ده احنا نشيلك فوق راسنا شيل. ربنا يخليك يا عمو، انا قلت افتح البيت واقعد لوحدي وافتكر ذكرياتي انا وماما الله يرحمها. الله يرحمها رحمه الله عليها. بس زي ما انت شايفه البيت اهو مهجور وكهنه، ده حتى اهل البلد بيخافوا يهوموا ناحيته. لا ما انا وصيت حد يجي ينضفه، متقلقش وهروح اشتري شويه حاجات كده يظبطوه. طب شوفي بقى يا بنتي، البيت ده مقفول فوق اكتر من 10 سنين، ولو اتفتح هيفتح مشاكل كتير قوي في العيله. ولو كنت هربانه من شويه مشاكل في مصر، فهنا مش هتلحقي على المشاكل بسبب البيت ده. قصدك ايه يا عمو؟ قصدي يا حبيبتي الجنب اللي رايح تنام عليه. بس ما تطوليش، لان مش في كل وقت الواحد ينفع يغفل فيه. بالاذن. باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.